كوستاريكا تجتاز نيوزيلندا وتخطف آخر بطاقات المونديال. اكتمل المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد فوز منتخب كوستاريكا على منتخب نيوزيلندا 1-0 في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما يوم الثلاثاء في مدينة الريان القطرية. ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة. واضطر المنتخب النيوزيلندي استكمال المباراة بعشر لاعبين بعد طرد كوستا باربارزيس في الدقيقة 69. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم، والتي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان. ونذكر أن اللائحة عدد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال فترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد فوز منتخب كوستاريكا على منتخب نيوزيلندا في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما يوم الثلاثاء في مدينة الريان القطرية. ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعب جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة. واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشر لاعبين بعد طرد كوستا باربارويزيس في الدقيقة 69. ومن المقرر أن يلعب المنتخب كوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم، والتي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.